أحبطت الوحدات الأمنية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالجورجيني في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد عملية إدخال شحنة كبيرة من المخدرات وعدد من المنقولات والسيارات عبر البحر ناهزت قيمتها 8 ملايين دينار، واحتفظت بتسعة أشخاص في هذا الغرض حسب ما أكدوا ناطق باسم وزارة الداخلية فكر بوزغايا. ووضح بوزغايا في تصريح إعلامي أن إدارة الشرطة العدلية بالجورجاني خاصة منها الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الفرق المركزية لمكافحة المخدرات والفرقة الجهوية بسوسة نفذت عملية نوعية تتمثل في إحباط إدخال شحنة كبيرة من المخدرات قدرها بحوالي 3000 صفيحة من مخدر القنب الهندي أي حوالي 300 كيلوغرام وقرابة 25000 قرص مخدر إضافة إلى 3 سيارات ومصوغ ومجوهرات وساعات فاخرة ومبلغ مالي هام وعدد من المنقولات والسيارات. وأكد الناطق الرسمي باسم الداخلية إن الأشخاص اللي تم الاحتفاظ بهم ينشطون في شبكة دولية عنقودية بين عدد من الدول، دولة مغاربية ودولتين أوروبيتين، ويتم التنسيق فيما بينهم باستعمال وسائل اتصال حديثة. وأكد إنه تم توجيه لهم تهمة الاتجار وتهريب المخدرات وكذلك تبييض الأموال، ووضح أنه أثر تحريات فنية وميدانية وعمليات رصد دامت من 4 إلى 5 أشهر قامت إدارة الشرطة العدلية بالجورجاني والفرق المذكورة المختصة في مكافحة المخدرات بمجهود كبير لإحباط هذه العملية، وبين أنه العملية كانت نوعية خاصة لاستعمال المجرمين لوسائل اتصال حديثة للتواصل فيما بينهم وإدخال الشحنة، لكن تم إلقاء القبض عليهم في أحد الموانئ بالساحل وهم يحاولون إدخالها من البحر عبر مركب صيد بحري من خلال التعرض إلى اتصالاتهم وإلقاء القبض عليهم بالتنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بمواصلة الأبحاث في شأنهم، وهي عملية كبيرة وعملية نوعية ومكنت من تجنيب تونس من مخاطر المخدرات لتم إغراق المجتمع بهذه الآفة. وفي نفس السياق أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحات تعليقا على عملية تمكن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني بالتنسيق مع الفرق المركزية لمكافحة المخدرات والفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات عبر البحر تنشط ضمن تنظيم عنقودي يتوزع بين إحدى الدول المغاربية ودول أوروبية وتونس، وإلقاء القبض على 9 من عناصرها. في هذا الصدد أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أنه تم إيقاف رجال أعمال ينشطوا ضمن هذه الشبكة، ومن المنتظر أن تشمل الإيقافات القادمة رجال أعمال آخرين وموظفين أيضا. وأشار إلى أنه الأبحاث متواصلة من قبل الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة للقبض على بقية العناصر. وأضاف أنه هذه العملية أسفرت عن حجز حوالي 3000 صفيحة من مخدر القنب الهندي حوالي 300 كيلوغرام و25 ألف قرص مخدر بالإضافة لمبلغ مالي هام وقطع مصوغ وساعات فاخرة وبعض المنقولات على غرار السيارات ومركب صيد بحري، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بين 7 و 8 مليون دينار. بخصوص العقوبات المنتظرة أفيد بن شحا بأن العقوبات تتراوح بين 10 سنوات سجن إلى 20 سنة سجن، وخطية نجم توصل لمئة ألف دينار لكل شخص هرب أو ورد مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها، وترفع العقوبات من 20 سنة سجن إلى السجن مدى الحياة، وخطية نجم توصل إلى مليار دينار بالنسبة لكل شخص انخرط في عصابات لتهريب وتوريد المخدرات داخل البلاد أو خارجها أو التعاون مع الشبكة حتى دون مقابل.
في ملف المهاجرين الأفارقة، النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي أفادت اليوم بأن الأموال ما زالت تتدفق على المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء. فاطمة المسدي وضحت أن وزارة المالية أيدت مشروع قانون الجمعيات وأكدت على أهميته في الحد من التمويل الأجنبي المشبوه، وأشارت إلى أن رئيسة الحكومة لم تستجب لمراسلتهم. وقالت المسدي أنه باش يتم تنظيم عدد من الاجتماعات هذا الأسبوع مع لجنة المحاسبات وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في مشروع قانون الجمعيات. وفي سؤالها على الاتفاقيات اللي وقعتها تونس بخصوص مسألة الهجرة، شددت المسدي على أنه لا توجد اتفاقية دولية رسمية معترف بها بخصوص الهجرة، وأشارت إلى أنه مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع ميلوني لا تعتبر رسمية، وإن لم يتم التصويت عليها في مجلس نواب الشعب تبقى اتفاقية سرية وليست فاعلة حسب تعبيرها. إحصائية حول ظاهرة الهجرة غير النظامية من 1 جانفي إلى غاية 30 أفريل 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، بالنسبة لعملية الاجتياز البحرية اللي تم إحباطها في فترة 2023 756 عملية، في فترة 24 751 عملية. عدد المجتازين اللي تم منحهم ونجدتهم وإنقاذهم في البحر في 2023 17576 مجتاز، في 24 21545 مجتاز. عملية الاجتياز البرية اللي تم إحباطها في 2023 686 عملية، في 2024 1967 عملية. عدد المجتازين اللي تم منحهم من التسلل في اتجاه الدولة التونسية في 2023 5256 مجتاز، في 2024 21462 مجتاز. بالنسبة للعناصر الضالعة في تنظيم عملية الاجتياز البرية والبحرية في 2023، ضبط 203 نفر من منظمين ووسطاء بالإضافة إلى 121 نفر مفتش عنهم. وفي 2024 نحكي على ضبط 529 نفر من منظمين ووسطاء بالإضافة إلى 261 نفر مفتش عنهم. الجثث الأدمية اللي تم انتشالها في 2023 تم انتشال 572 جثة أدمية من بينها 18 تونسي، وفي 24 تم انتشال 291 جثة أدمية من بينهم 4 توانسة.